في غضون ذلك أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي خلال لقاء مع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية أن وزارته ماضية في دعم الفلاحين والمزارعين وتطوير الاقتصاد الوطني. وأضاف الوزير بأن شريحة الفلاحين تمثل 20% من الطبقة العاملة وتعتبر الدعامة الأساسية لبناء اقتصاد البلد وتحقيق أمن غذائي وطني، مبينا أن وزارته ستعمل على حلحلة جميع العقبات التي تواجه الفلاح، أهمها انقطاع التيار الكهربائي والهجرة المعاكسة والمستحقات المالية المتأخرة، فضلا عن دعم المنتج المحلي ومنها المحاصيل الاستراتيجية. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية على أهمية مد جسور التعاون المثمر والبناء لإيصال صوت الفلاح إلى أعلى المستويات والمطالبة بحقوقه ودعمه في الجوانب كافة.